الاخ. الو السلام عليكم. صباح النور. صباح الانوار. كيدير لاله خديجه بخير؟ طيب يبارك فيك لاله سناء. لاباس عليك. نهار كبير هذا. ربي يخليك. فين غبرتي علينا؟ مع الوقت وصافي. مع البرد قولي لي. كتبانو حتى الصيف. نعم. قلت لك تتبانو بزاف في الصيف. الشتا كلشي كي. راك عرفتي دابا مع البرد ومع. كيصعاب. ياك. نعم مرحبا سناء. اهلا وسهلا. نتمنى تكوني في احسن حال صحيحه وكلشي في امان الله. مالين الدار سلمي لهم. اهلا وسهلا تفضلي سناء. الله نعطيك واحد الكيكه. نعم كيك. وقبل منا كنشكر السيده البارح اللي عطات ديك الغريبه ديال جوجوج. جوجوج من الحاجه. انا جات زوينه جربتها نيت البارح نيتاش كملتها وجربتها. يا سلام تبارك الله عليك. راكي ما معكازاش يا سناء. تبارك الله عليك. الله يعطيها الصحة والله. ياك جات غزالة. لا غزالة بزاف. إيوا هذه نصيحة لكاع السيدات كلهم اللي سمعوا الوصفة البارح و يعني وما جربوهاش يغتنموا الفرصة مادام جربتها لاله سناء. تبارك الله عليها والله يعطيها الصحة. تبارك الله. أهلا ومرحبا. أنا نعطيك كيكة. كيف نعم؟ أنت فيها كاس ديال الزيت. كاس ديال الزيت؟ عبر العنبة. بطبيعة الحال مشهور ديالنا. كاس الحليب. كاس ديال الحليب. كاس سنيدة. كاس تاع السنيدة. كاس ديال الطحين. وكاس تاع الطحين. أربعة ديال البيضات. أربعة ديال البيضات. جوج خمارات. جوج خمارات. واحد ساشي ديال القهوة. نعم ساشي ديال القهوة سلعة الذوبان. كندوب فيه واحد شوية ديال الحليب من هذاك الكاس كنقص واحد شوية وكندوب فيه القهوة. نعم. صافي كناخذ الخلاط الكهربائي وندير البيض مع سنيدة. ونبدا نضيف حاجة بحاجة. نعم. صافي إذا كنكمل كناخذ المول يكون يا إما دائري يا إما مستطيل. يا إما مستطيل. ندهنو بالزبدة. بالزبدة. بالطحين. ندخل الفران كي ندخل الفران عادي. ناخذ السيرو كناخذ واحد كاس ديال الماء. كاس ديال الماء. نضيف ليه نص كاس ديال السنيدة. نص كاس تاع السنيدة. واحد ساشي ديال القهوة. ساشي ديال القهوة. واحد فلون فاني. وفلون ديال فاني. نخلي كلشي يغلى. صافي من بعد نخلي شوية يرتاح واحد شوية. بما خرجت الكيكة وهي سخونة نسقيها بهذا السيرو. يكون أفضل شوية بارد باش ما يتعجنش. كان مع سخون. صافي من بعد ناخذ واحد جوج ياغورت كريمي. نعم جوج ياغورت كريمي. شويه ديال الكاكاو. نعم. وصافي وندير حتى كطبقه فوق منه. نعم. صافي وندخلها للثلاجه نرشا بشويه ديال اللوز مرمش ونديرها في الثلاجه ونخليها. هي من الافضل انها تبات قد ما بات قد ما كتجي زوينه اكثر. نعم يعني كل ما كتبدا تشرب مزيان وداك الطبقات ديال الكريمي كتجمع. وقدموها بصحه وراحه. بارك الله فيك. بارك الله عليك سناء. تحيه ليك. شكرا لك على مشاركتك. بارك